التحويلات من فضلكم لإيمان قيس المدير العام لمؤسسة موبيليس السيد شوقي بوخزاني في باريس 2024 جمال سجاتي. أعطوا له تصفيقة كبيرة من فضلكم. سيدة لي زاتر ممثل عن اللجنة الوطنية للألعاب للمصارع، تكريمه للمصارع سيد عزارة بشير. أعطوا له تحية كبيرة من فضلكم، مانيش نسمع فيها. وصورة تذكارية، تخي بيان. والكثير من التألق. إذن العداء سليمان مولا والتكريم مع السيد، التكريم ديالو في سهرة بصمة الأبطال المنظمة من طرف مؤسسة موبيليس. إذن راهو حاضر معنا على الربح. إذن تكريم أكيد في هذه السهرة لواحد من الأبطال الذين توجوا للألعاب الأولمبية. السلام عليكم ورحمة الله. أنا راني فرحان بزاف اليوم في حضوركم، وراني نشوف البسمة على الجميع اليوم هنايا. هذا شيء شرفني كجزائري، نشرف البلد تاعي الجزائر. الحمد لله قدمنا كاع اللي علينا باش نفرحوا الشعب الجزائري، مام لي زاتلات اللي راحوا كاع قدموا لي عليهم، ونتمنى ان شاء الله مستقبل زاهر للجزائر، رانا في تقدم. وما ننساش نشكر المدرب تاعي عمار بنيده وبطلة أولمبية بنيده مراح، ونشكر جميع الحضور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر كامل الحضور، اكيد هذا الحفل اللي راه مميز اليوم، واللي نشكر السيد رئيس مدير العام لشركه موبيليس على هذا الحفل القيم. وكما شفتوا الميداليات الاولمبيه هذه راهي ميداليات تاريخيه، خاصه ميداليه ايمان للعالم، العالم كله كان ضد هذه الميداليه، ولكن الحمد لله اليوم الميداليه راهي هنا. من حب حب ومن كاره كاره. 1 2 3 فيفا لجيري. هي فرصه لتكريم هؤلاء الرياضيين الذين كانت عليهم مسؤوليه ثقيله. كل سفراء موبيليس تاهلوا الى الالعاب الاولمبيه، هذه نتيجه اكثر من ايجابيه. النقطه الثانيه، لدينا سفيرين حصل على ميداليتين، ميدالية ذهبية وميدالية برونزية. موبيليس تساند وتقف بجانب سفرائها في الأوقات الصعبة كذلك، ونشوف فيهم شباب ومازال الطريق أمامهم طويل، وهي فرصة للتأكيد بوقوفها إلى جنبهم لتحقيق أهداف أكبر.